بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. كنا في المحاضرة السابقة قد تعرفنا إلى قواعد رسم الهمزة الابتدائية، أي الهمزة التي تأتي في أول الكلمة. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما تم عرضه، وقد لاحظت أن هناك عديدا من الأسئلة في مجال الهمزة الابتدائية وأنواع أخرى من الهمزة كالهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة. أحبابنا الكرام، أي استفسار أو أي سؤال عن موضوع لم ندرسه حتى الآن فإنني أحب أن أرجئه إلى وقته. فهناك بعض الأسئلة التي طرحت في مجال الهمزة المتوسطة وفي مجال الهمزة المتطرفة وفي مجال التنوين وما شابه، كل هذا إن شاء الله رب العالمين نرجئه إلى حينه حتى لا تختلط علينا الأمور. لذا أحبابنا الكرام، خصصوا أسئلتكم في موضوع المحاضرة التي يتم طرحها أو المحاضرات السابقة لها حتى نسير في هذا المساق بترتيب يؤدي في النهاية إلى الفائدة. وبخصوص المهام التي قمنا بطلبها منكم، سواء المهمة الأولى أم المهمة الثانية، فأرجو أن تقوموا جميعا بتسليم هذه المهام، لأننا رصدنا لكل مهمة علامة عليك أن تحصل عليها حتى تتمكن من إتمام هذا المساق ومن تنفيذ متطلباته لتحصل بإذن الله تعالى على الشهادة، وقبل ذلك أن تحصل على الفائدة التي ترجوها، وهذا أملنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. بخصوص المهمة الثانية التي طلبنا فيها منكم أن تكتبوا جملة تتحدث عن موضوع واجبنا اتجاه الأهل، أرجو أن تقوموا بالإجابة على هذه المهمة أسفل المهمة، أي في الصفحة التي طرحنا فيها المهمة. كما أرجو منكم جميعا أن تتساعدوا مع بعضكم بعضا في تقييم الجمل التي تكتبونها وبيان مواطن الخطأ فيها وتصويب ذلك حتى تعم الفائدة. أحبابنا الكرام، في هذه المحاضرة سنتحدث عن الموضع الثاني من مواضع الهمزة في الكلمة. سنتحدث عن الهمزة المتوسطة، أي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة. وحتى يسهل علينا تناول هذا الموضوع قسمناه إلى مجموعة أقسام. أما القسم الأول فسنتحدث فيه عن ماهية الهمزة وأنواعها وصورها، ثم نتحدث عن قاعدة رسم الهمزة المتوسطة والتي نطلق عليها قاعدة قوى الحركات، ثم ننتقل بإذنه تعالى لنتعرف إلى الحالات الشواذ في رسم الهمزة المتوسطة، ونقصد بذلك الحالات التي خرجت عن القاعدة السابقة والتي سنتعلمها بإذنه تعالى، ثم نختم محاضرتنا هذه بعرض مجموعة من التطبيقات على الموضوعات السابقة، أي على الكلمات التي رسمت فيها الهمزة حسب القاعدة، وعلى الكلمات التي رسمت فيها الهمزة رسما شاذا على خلاف القاعدة. راجين من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ولكم الفائدة والمتعة. فبسم الله وعلى بركة الله نبدأ.